بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا فيكم بقناتكم قناه كشكول بسمه البيت بيتكم طبعا وانا ضيفه عندكم والقناه قناتكم اليوم ان شاء الله معانا مفرش ورقه العناب اللي طلبتها احدى المتابعات العزيزات الغاليات بشده الاخ دودو الصعيدي لبيت طلبك وبعتذر لك دائما عن التأخير بتلبية الطلبات معلش الوقت ضيق وأحيانا الواحد بيكون عنده مشغوليات كتيرة والتصوير بياخد وقت المفرش صبايا هو مفرش متوسط مش صغير يعني بإمكاننا نقيس تقريبا طول المفرش عامل 34 سنتيمتر تقريبا بامكانكم طبعا انكم تغيروا الخيط هو ما بامكانكم تغيروا عدد السطور لانه هي مزبوطه كده وفي لها بترون ان شاء الله بنزل البترون مع الموديل الاصلي مع التنفيذ اللي نفذناه ورابط الشغل على الفيسبوك وان شاء الله ربنا يعني يقدر وييسر وبحط لكم اياه ان شاء الله بالتعليقات المثبته اللي بتعمل تطبيق وبتحب تعرض شغله في كمان عنا جروب بسمة على الفيسبوك إن شاء الله كمان لكم الرابط بتاعه إما بصندوق الوصف أو بالتعليق المثبت أنتوا حاولوا دائما إذا كان هي افتحوا صندوق الوصف لحتى تلاقوا في بعض المعلومات كمان في صفحة كشكول بسمة على الفيسبوك صبايا اللي احيانا كتير بالتعليقات بتقولوا انا في باترون بدي اعرف كيف بينشغل او بيبقى في سؤال مثلا اشتغلتوا شغله ولقيتوا استصعبتوا فيها حتى معينه صوره الشغل فيكم تبعتوليها على الماسنجر بتاع كشكول بسمه هلا اليوم انا عملت لونين طبعا الكاميرا مش جايبه اللون الاصلي عامله ورقه العنب اللي هي الخضراء وهي ريانه وعلى امها والثانيه بتبقى اورانج تقريبا بس عاطي اللون هنا على فوشيا ومش عارف طالع بالكاميرا مش واضح اللون المهم يعني انه انا عملت لكم هلا لونين مشان ورقه العنب للي بيحب يشتغلوا طبعا يشتغلوا باللون اللي أنتوا بتحبوا انا بس صبايا كنت بدي اخذ رايكم بشغله يا ريت تكتبوا بالتعليقات هل لما بيكون الفيديو طويل انتم بتفضلوا انه يكون على اجزاء واللي بتفضلوا انه ينحاول ينضغط بفيديو واحد تتابعوه من الاول للاخير لان احيانا بيبقى في عنا مشاريع بتتطلب الاجزاء وما في بالامكان نهائيا قلت الله اكبر الله اكبر ما في بالامكان نهائيا انه نحن ما نعملها اجزاء بس بعض الاشياء انا فيني اختصر اختصار غير مخل انه اعملكم اياها على فيديو واحد إذا سمحتوا حطولي بالتعليقات إذا بتفضلوا الجزء الواحد الطويل الفيديو الواحد الطويل أم يكون على جزئين حتى يسهل علي عمليات رفع الفيديو على اليوتيوب الآن رح نبتدي إن شاء الله نحكي كل التفاصيل الخاصة بهذا المفرش على بركة الله نبتدي بس بذكركم قبل إنه اللي ما اشترك بالقناة يشترك معنا فعلوا زر الجرس واختاروا الكل لتوصلكم اشعارات القناة اولا بأول ، ومن فضلكم من فضلكم اللي بيدخلوا بينتفع من اي فيديو بالقناة اللايك ما بتأثر عليكم صبايا بس بتأثر عندي انا على رفع الفيديو في الفيديوهات المح يعني المقترحة او في محركات البحث ، هيك بتدعموني بتشجعوني بتعطوني حافز انه انا لبي كل طلباتكم واشتغل اكتر قبل بس ما نترك الانترو ونبتدي بالشغل سبايا بدي بس فرجيكم هالمخطط هذا المخطط انا رح نشتغل عليه دلوقتي رح تعرفوا ليش بس حطيت لكم اياه لتعملوا سكرين شوت كثير رح يسر علينا رح دلكم اياه كذا يبدو انه انا مسكته بالعكس لانه حسب مسكي اهو عملولو لقطه شاشه اعملو معروف رح يسهل عليكم كثير رح تعرفوا ليش بالجزء الثاني من الفيديو. يلا على بركة الله نبتدي يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم يلا على بركة الله نبتدي ونقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن مش الحزن صبايا، الحزن هو المرتفع من الأرض. يلي بيبقى فيه مشقة فيه بعبور الطريق فالله يسهل علينا يا رب طريق الدنيا والآخرة المهم صباي أنا اليوم إن شاء الله بدي أشتغل معاكم بخيط أليز بيبي سكريم الليبل تبع الورقة أهي بتشوفوني دائما أنه عينات القناة أنا بحب أشتغلها بالأليز بيبي لأنه خيط متوسط السمكة إلى رفيع وهو كتير بيريحني انه تظهر فيه الغرزات واضحة بالنسبة للخيط ده ده اكريليك طبعا مئة بالمئة والمئة جرام منه عاملة ثلاث مية وعشرين متر وبيقترح علي خيط بين ثلاثة عفوا ابري بين ثلاثة واربعة انا بدي استخدم انا بحب كتير هاي الابري لانه راس الستاليس بيسمح للخيط بالانزلاق اكثر من خيوط الالمنيوم دي مكتوبة عليها أربعة يعني مش واضحه قوي انما دي بتعادل تقريبا ثلاثة ونص الومنيوم كمان كتير بنحتاج المره دي الماركر وانا بتلاقوني نادرا ما استخدمها بس مشان يسهل عليكم بعد شوي تشوفوا انه الاوراق او المقاطع اللي هنقفلها حتى ما نعود نرجع تاني. انا بس بدي اقول مشان مقاس مفرش قديم مثلاً بيطلع لأنه التصوير ما بيعطيكم المساحة الحقيقية لأي شيء بنشتغله بالتصوير دائماً ببان علينا أصغر مما هو عليه صحيح هو من المفارش الصغيرة بس لا تفتكروه كمان صغيرة يعني إلى درجة أنه تكون كوسترات يعني مثلاً للكبايات لا هو أكبر من هيك صبايا يعني أكبر مقاس فيه لاحظوا يعني أكبر مقطع فيه تقريباً عامل أربعة وثلاثين سنتيمتر يعني طول المفرش دلوقتي 34 سنتيمتر كمان بخيط أليس بيبي لو انتو هتعملوه بخيط ارفع مؤكد رح يطلع اصغر ولو انتو هتعملوه بخيط اسمك شوي مؤكد رح يطلع معاكم اكبر انتو اختاروا نوع الخيط يلي بيريحكم وهي كمان ورقتي وقلمي حتى ما تفتكروا انه مشتغل اي كلام والله العظيم أنا أقعد بذاكر زي الأطفال تماما وبشوف فيديوهات عربي وأجنبي لحتى دائما نجيب الأفضل دائما فأنا كتير بشتغل وبحط يعني بعمل زي السكريبت كده بتاع المخرجين مشان الاشياء الضروريه بالنسبه للغرزه يعني ايش قصدي انا انكم حاولوا دائما يبقى ورقتكم وقلمكم جنبكم انا في عندي غرزات كنت ناسيتها صدقوني لو ما لقيت ورقات في عندي غرزه ان شاء الله تريكو من الغرزات الكلاسيك اللي ايام بالتسعينات ما ضل حدا اللي اشتغل ولبس بلوفرات بسموه غرزة الفراولة الأصلية غرزة الفراولة الأصلية مش غرزة الفراولة دلوقتي اللي عاملة كده دلوقتي زي البونبونة لا ان شاء الله رح نعملها مع بعض لولا انه وقعت على ورقة مكتوبة عندي من هديك الايام ما كنت رح اقدر استرجعها بهالسهولة لذلك دائما اعملوا لنفسكم اجندة لبعض الغرزات واعملوا شيفرة خاصة فيكم انا الشفرة بتاعتي ما حدا بيفهم عليها غيري لحتى ترجعوا لوقت اللزوم رح نبتدي إن شاء الله بدائرة البداية اللي محتاجين فيها 8 سلاسل عقدة البداية كل واحد يعمل العقدة بطريقة صبايا أنا كنت وأنا صغير لحالي اخترت أعمل كده بصوا كده الخيط أخذ القصير لورا يعني إذا عليكم عليكم واحبس خلاص كده بقت عقدة بداية ورح نشتغل 8 سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ونقفل بمنزلقة في أول سلسلة بيلزمني بالدائرة الأساسية هنا يبقى عندي سبعة وعشرين عمود وأنا رح أرتفع الآن ثلاث سلاسل تعتبر أول عمود إذا بيلزمنا داخل الحلقة ستة وعشرين عمود ورح نقول إنه ده واحد الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ما رح اخذ وقتكم صبايا لانه فيديونا طويل رح نحاول نختصر ان شاء الله اي خطوات مكررة رح كمل لغاية سبعة وعشرين ونرجع انهيت سبعة وعشرين عمود صبايا الان بدنا نقفل بثالث سلسلة من سلسلة الارتفاع واحد اثنين ثلاثة ونقفل بمنزلقة ندخل داخل السلسلة نسحب الخيط ونسحبه تاني من الحلقة على هيك بنكون قفلنا الحلقة الآن العدد سبعة وعشرين صبايا اللي هو قابل للقسمة على تسعة لذلك نحن احتجنا للسبعة وعشرين نحن بحاجة لتسع أعمدة فإذا سبعة وعشرين رح نقسمهم على تسعة بطلع ثلاثة إذا نحن الآن بدنا نرتفع ثلاث سلاسل ده أول عمود محتاجة مسافة واحد اثنين ثلاثة سلاسل دول اول عمود وثلاثة دول ارتفاع بنلف خيطنا و عمودين وفي في بنشتغل عمود هيك بكون تشكل معانا اول فراغ او اول عرق كما واحد اثنين ثلاثه مسافه بنلف الخيط بنترك فراغ اثنين في يعني عمود اثنين في الثالث نشتغل عمود كمان واحد اثنين ثلاثة نترك واحد اثنين وبالثالث عمود واحد اثنين ثلاثة مسافة واحد اثنين في الثالث عمود. الخطوة دي مكررة صبايا رح نكمل لغاية ما نقفل ونرجع انهينا الراوند صبايا الآن بدنا نقفل بثالث سلسلة من أول عمود طلعنا رح نعد واحد اثنين بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بنقفل بمنزلق. وده بيكون شكل السطر الأول بيكون هيك عنا تسع أعمدة نعد مع بعض واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الخطوة التالية رح ننزلق لداخل أول فراغ بمنزلقة نرتفع ثلاث سلاسل كأول عمود بنلف خيطنا ونشتغل عمود آخر نشتغل ثلاث سلاسل نلف خيطنا نرجع نشتغل عمودين بنفس الفراغ واحد اثنين الهدف انه نشتغل الصدفة دي اذا انزلقنا للفراغ الاول ارتفعنا ثلاث سلاسل كاول عمود اشتغلنا عمود اخر ثلاث سلاسل مسافة في وسط الصدفة عمودين هيك بكون صارت معنا صدفتنا الآن سلسلة فقط مسافة بين وبين الفراغ الآخر نلف خيطنا ونعيد نفس الصدفة صدفتنا عمودين واحد اثنين ثلاث سلاسل في وسط الصدفة عمودين كمان ثم سلسلة مسافة لا تنسوها ونشوف كده آه. صار عنا صدفتين العمل ده مكرر صبايا لحتى نرجع للبداية ونقفل بمنزلقة رح نعمل صدفة كمان لف خيطنا بالفراغ التالي واحد اثنين عمود ثلاث سلاسل مسافه في وسط الصدفة طبعا وعمودين ثم سلسلة للإنتقال للفراغ الأخر دا بيكون شكل الصدفات رح نكمل ونرجع نقفل بمنزلقة ، انهينا صبايا سطر الصدفات بالتأكيد عنا تسع صدفات لأنه عنا تسع فراغات عملنا آخر سلسلة رح نقفل بمنزلقة بتالت سلسلة من سلاسل ارتفاع العمود الاول عشان نقفل الدائرة الآن بدي انزلق للعمود الثاني ما بدي ارتفع فوق العمود الاول حنقول ليش فوق العمود الثاني منزلقة ونرتفع بثلاث سلاسل كأول عمود ليش تركنا العمود الأول لأن صبايا الآن بدنا نشتغل على العمودين الداخليين بكل صدفة عمود فوق كل عمود وبالداخل نعمل صدفة ده رح يتوضح دلوقتي إذا كده عملنا أول عمود فوق العمود الداخلي للصدفة بنلف خيطنا وبنعمل صدفة أخرى داخل الصدفة مثله تماما يعني هي عمودين ثلاث سلاسل الصدفة دي رح تستمر معنا لآخر المفرش دائما داخل الصدفات رح نشتغل الصدفة دي الآن رح نشتغل عمود استناد على العمود الأول أو العمود الداخلي فقط ده بصي صبايا يعني العمود الداخلي للصدفة اللي عملنا كده زي الفي أهو العمود ده والتلت سلاسل في الوسط والعمود اللي جنبه دول اللي حنشتغل عليهم دائما في داخل الصدفات دول بعدين رح ننتقل لما تتوسع معنا الصدفة العمود الثاني ده عمود مهمل كمان مثل ما عملنا بأول سطر سلسلة مسافة واحدة رح ندخل مباشرة رح نهمل كل المسافة دي رح ندخل مباشرة للعمود الداخلي للصدفة ده اللي في الداخل يلي جنب السلاسل ونشتغل عمود على العمود الداخلي ننتقل لوسط الصدفة وبنشتغل صدفة تاني واحد اثنين ثلاث سلاسل مسافة بوسط الصدفة عمود آخر وعمود اذا غطينا العمود الاول بنلاحظ انه صدفتنا هي 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 عبارة عن اربع اعمدة بوسطها ثلاث سلاسل كمان ما بننسى ما بننسى عمود الاستناد يعني العمود الاول من الصدفة السابقة بنشتغل فيه عمود طريقتي سلسلة مسافة منلف خيطنا ومنروح مباشره للعمود الداخلي بالصدفه التاليه الصدفه الجاره كمان العمود الداخلي ومنشتغل فيه عمود للداخل ومنعمل صدفه صدفتنا عمودين ثلاث سلاسل عمودين كمان نشتغل عمود على العمود المجاور للصدفة تماما وبنعمل سلسلة مسافة نتجاوز المساحة دي كلها المسافة دي كلها ومنروح مباشرة للعمود الداخلي في الصدفة الجارة واحد والآن صدفتنا عمودين ثلاث سلاسل مسافة عمودين تحت الصدفة بنشتغل عمود في العمود المجاور للصدفة تماما سلسلة وبننتقل للصدفة الثانية بنكرر نفس العمل ته معايا الراوند صبايا اخر شيء اشتغلنا سلسلة رح نرتفع رح نعفن واحد اثنين ثلاثة رح نثبت بمنزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع الان ما بدي اشتغل سلسلة الارتفاع فوق العمود اللي انا ثبت فوقه لا بدي انزلق للعمود التالي العمود الثاني يعني. لماذا حنقول دلوقتي واحد اثنين ثلاثة سلسلة الارتفاع فوق الارتفاع فوق العمود الثاني مش فوق العمود الأول لأن من هنا ورايح رح نهمل العمود الأول والأخير في كل صدفة ونشتغل على بقية الأعمدة وصدفة في الوسط الشغل الآن رح يوضح لنا إذا أنا ارتفعت الآن سلسلة سلسلة يعني سلسلة ارتفاع يعني عمود رح نشتغل عمود فوق العمود التالي صاروا عمودين ندخل على فراغ الصدفات ونشتغل صدفتنا المعتاده اللي هي عمودين ثلاث سلاسل عمودين بنكمل عمود فوق العمود الاول جنب الصدفة عمود على العمود الثاني آخر عمود بنهمله ما بنشتغل فيه، إذا دائما صبايا أول عمود في الصدفة اللي قدامنا في التشكيل ده كله، أول عمود وآخر عمود ما بنشتغل عليهم، بنشتغل على الداخليات فقط سلسلة مسافة، بننتقل للصدفة المجاورة، بنسيب أول عمود. وبننتقل على العمود الثاني مباشرة بنشتغل عليه عمود والعمود اللي بعده برضو وبندخل لداخل الصدفة بنشتغل صدفتنا المعتادة عمودين ثلاث سلاسل في الوسط ثم عمودين في نفس الفراغ بتكون انتهت صدفتنا نشتغل عمود على العمود المجاور للصدفة، عمود تاني على العمود كمان الجار، ثالث عمود ما بنشتغل فيه وبنتجاوزه، نعمل سلسلة مسافة، ننتقل للصدفة البعدة. إذا تركنا آخر عمود في صدفتنا الشغالين عليها ورح نترك أول عمود في الصدفة التالية وننتقل مباشرة للتاني ونشتغل عمود فوق كل عمود وانا عندي عمودين فاشتغلنا عمودين ندخل على داخل الصدفة ومنشتغل صدفتنا المعتادة كمان عمود فوق العمود التالي مباشرة وعمود الجار بردو بقي عنا العمود الأخير منتجاوزه ولا كأن شايفينه لا هو ولا أول عمود في الصدفة التالية سلسلة المسافة ما مننساها نترك آخر عمود في الصدفة دي وأول عمود في الصدفة التالية ومنكرر العمل كما صدفة بالداخل عمود على العمود الأول العمود الثاني ونهمل العمود الأخير وبنعمل سلسلة منتقل للصدف التالية بنكرر فيها نفس العمل سبايا هيك نكون أنهينا كمان الراوند سبايا رح نعمل سلسلة نقفل بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة والان عنا اول مرة نستخدم الماركر حنعمل ايه؟ بصوا بقى بعد ثلاث سطور احنا عملنا الآن واحد اثنين ثلاثة ثلاث صدفات ورابعة في المرحلة دي أنا الصدفتين دول اللي جنب بعض ما عاد رح أشتغل فيهم مرة تانية دول يلي رح يكونوا بعنب ورقة العنب دي عندي واحد اثنين خلاص حيتقفلوا دلوقتي لحتى ما نرجع نشتغل فيهم مرة تانية منحط فيهم علامة مباشرة إذا أنا عندي طبعا هدول اللي تم شغلهم انتهوا أنا وصلت لهون الآن بدي أشتغل الراوند مكفي الصدفة دي والصدفة دي هدول خلاص قفلناهم نبقى نرجع لهم تاني نكمل بدءا من هذا السطر سبايا شغلنا ما رح يكون بقى راوند كامل لا رح نشتغل ونقلب شغلنا ونرجع برجوع بس الآن رح نعمل نفس العمل اللي عملناه بالصدفة السابقة لازم نهمل دائما العمود الأول والاخير باي تشكيل لذلك راح انزلق للعمود الثاني اهو وارتفع ثلاث سلاسل وده اول عمود ونشتغل عمود فوق كل عمود عندي ثلاث اعمده ورا بعض الصدفه المعتاده ندخل على الصدفه واحد اثنين ثلاث سلاسل في وسط الصدفة برضو عمودين وعمود على كل عمود أمامي ما عدا الأخير ما عدا العمود الأخير اذا عندي واحد اثنين ثلاثة أنا عندي أربع أعمدة فبشتغل ثلاثة وبهمل العمود الرابع، سلسلة، الصدفة اللي بعدها، نترك العمود الأول والأخير، دا احفظوه لآخر المفرش صبايا، العمود الأول والأخير دائما أعمدة مهملة بنتجاوزن بنشتغل ببقية الصدفات، لف خيطنا نترك أول عمود ومننتقل للعمود اللي بعده عندي ثلاث أعمدة إذا بشتغل فوق كل عمود عمود. واحد اثنين ثلاثة السدفي بدنا نحاول نختصر الخطوات صبايا عشان ننهي المفرش ان شاء الله بفيديو واحد ما نضطر فيه للارزاق واحد اثنين ثلاثه والرابع مهمل واحد اثنين ثلاثه انهينا العمل سلسله وبننتقل للصدفه اللي بعدها بعد ما نتجاوز اول عمود ومنكمل نفس العمل اللي عملناه في الصدفه دي صبايا وصلنا الآن لآخر مقطع أهو قبل المقاطع اللي متقفلة دي حنعمل إيه؟ الآن بدنا نرجع بس في عنا بقى تعديل طفيف خدوا بالكم منه من هنا ورايح رح نشتغل فيه نحن عادة منهمل العمود الأول والأخير الأول رح نشتغل ثلاث سلاسل ارتفاع ونقلب الشغل طب نحن في العادي منهمل أول عمود وآخر عمود كيف بدنا نهمل هنا أول عمود ونحن أساسا مرتفعين فوقه رح تنحل دي إنه نهمل العمود الثاني منكرر عادة العمود الأول منعيد يا قلبي يعني. أول عمود عادة منهمله هنا لا يمكن إهماله مع ارتفاع الثلاث سلاسل بنستبدله بالعمود الثاني بنتجاوز عن العمود الثاني وبنشتغل بالعمود الثالث تمام اذا ثاني عمود ما بنشتغل فيه من هنا ورايح ببدايه الشغل فقط واحد وبنكمل عمود فوق كل عمود عندي ثلاث اعمده ندخل على العمود عفوا ندخل على الصدفة ومنعمل كمان صدفتنا يلي هي عمودين وثلاث سلاسل عمودين ونكمل عمود فوق كل عمود مع اهمال العمود الاخير واحد اثنين ثلاثة أربعة والعمود الأخير بنتجاوزه وبنتجاوز العمود الأول في المقطع المجاور نعمل سلسلة مسافة ما بننساها وبنطلع مباشرة على العمود الثاني بس كنت بدي ألفت نظركم سباي إنه أنا كان بإمكاني مثلا إنه بدل ما ارتفع الثلاث سلاسل فوق اول عمود انه انا اقلب وادخل بمنزلقه واشتغل مباشره من العمود الثاني وبيبقى شكله حلو بدل ما نعمل الفراغ ده هو هذا تنفيذ بترون اكتشفت انه هو ضروري هاي الطريقه ليش لانه بالنهايه مشان نعطي طرف مستقيم لحافه المقطع نحن لو دخلنا بمنزلقه صبايا راح يعملنا حرف المقطع كده زي الزجزاج ونحن محتاجين للحرف يطلع مستقيم زي المفرش هنا معلش بس اوريكم اهو بصوا مشان يطلع معنا هون الحافه مستقيمة وفيما بعد بدنا نشتغل عليها غرزات الحشو فبتعطينا هذا الطرف إذا هذا خيار أنا كنت مفكر أنه أعمله بمنزلقة واكتشفت أنه لازم يكون حافة المفرش من هنا مستقيمة إذا الآن لاحظوا صبايا قلبنا وخلصنا من أول مقطع بسطر الخلفي أول مرة نشتغل على الخلف بصوا بقى الآن صار عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مقاطع الآن حان وقت إقفال هذا المقطع جيب علامة بنحطها حتى, حتى ما نرجع بسطر العودة نشتغل فيه كده معناها صار تقفل عنا ثلاث مقاطع تمام؟ نكمل شغلنا تكرار أهملنا أول عمود انتقلنا على تاني عمود الآن عمود في كل عمود، الصدق في وسط الصدفة، ومنرد منكرر إنه صدفتنا هي عبارة عن عمودين، ثلاث سلاسل عمودين. الآن عمود في كل عمود مع إهمال العمود الأخير معلش بتعذرونا أرجوكم أثناء التصوير الواحد بيغلط مثلا بتسمية بيغلط لأنه كتير أحيانا بسبب حركة أفراد الأسرة بنضطر نقطع التصوير فبيشتتونا طيب الآن إذا لاحظوا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بينت معانا اذا بالسطر الخامس قفلنا اول مقطع رح نكرر العمل صبايا الان سلسلة مسافة ومننتقل نهمل العمود الاول وعمود الاخير والان عمود في كل عمود والصدفة في وسط الصدفة ومنكرر بكل المقاطع لنوصل للاخير رجعت لكم صبايا عند اخر مقطع مشان بس رح يختلف شوي شغله عنا من لما كنا نشتغل دائرة كاملة وكان واضح بالنسبة إلنا عدد الأعمدة الآن كيف بدي أعمله أنا عندي هون سلسلة ارتفاع بصوا آخر صدفة عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طبعا هون نصف الصدفة محسوبة أوكي إذا أربع أعمدة فوق الأعمدة وعندي عمودين اللي هن نصف الصدفة نصفه رح يكون للطرف الآخر بما انه هون عندي ست اعمدة معناها الطرف الاخر ست اعمدة بصوا رح نعمل عندي ثلاث سلاسل طبعا بوسط الصدفة نبتدي واحد دائما الصدفة الاخيرة انتبهوا لاعداد العم... الاعمدة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستي. تمام كده صارت عندي نصفي المقطع زي بعض واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده شغلنا مزبوط نرتفع ثلاث سلاسل نقلب الشغل وبرضو من هنا ورايح دائما بنترك العمود الثاني ومنتجه مباشرة للعمود الثالث ومنكمل شغلنا عمود فوق كل عمود بنوصل للصدفه المعتاده اللي هي عمودين وثلاث سلاسل وعمودين النصف الثاني عمود فوق كل عمود ما عدا العمود الأخير يعني الآن صار عنا طبعا من عد الإضافة واحد اثنين ثلاثة أربعة لأنه الصدفة خلاص انضم ثلاثة أعداد خمسة ستة سبعة لاحظوا زيادة عمود عن السطر السابق تمام؟ الان شغلنا كلاسيكي يلي هو سلسله مسافه ونترك العمود الاخير في اول مقطع والعمود الاول في المقطع الثاني منتهي ننتقل مباشره للثاني ونقول واحد الله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وعندي عمودين من الصدفة الجديدة نضافوا للتعداد هيك بكون صار عنا سبع أعمدة في كل طرف كمان سلسلتين وعنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أعمدة بالطرف الثاني وأهملنا آخر عمود سلسلة مسافة بس بدنا نحكي سبايا مشان هن... كل شوي بدنا ناخد بالنا إنه في عنا قفل مقطع من المقاطع هلا نحن قفلنا أول اثنين دول اللي هن بعد ثلاث سطور قفلنا المقطع ده اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد خمس سطور في عنا الآن مقطع بده ينقفل بعد ثمان سطور انا حبيت بس جيب لكم الورقه صبايا بصوا علي انا عملت كده مخطط كتير بيسهل علينا انا بعدين رح أحطلكم لكم يعني اقرب لكم اياه يعني تعملوا سكرين شوت الان عندي هون دائره البدايه انا مباشره حطيت الشكلين دول وكتبت فيهم ثلاثة سنطة يعني ثلاث سطور بثلاث سطور وقفلناهم بعدها رح تلاحظوا انه من جهة واحدة يمين مثلا الدائرة رح فرجيكم اياها الآن. عندي هون خ... بعد خمس سطور الطرف الثاني ده بعد ثمان سطور حنقفل بنرجع الطرف ده بعد 11 سطر حنقفل بالطرف ده بعد 12 سطر حنقفل بنرجع على الطرف الاول عندي بعد 13 سطر حنقفل هنا بعد 14 سطر حنقفل واحده بتضل عنا الواحده المركزيه ليش انا عم اقولكم هيك؟ لانه لاحظوا في شغله مهمه انا لاحظتها انه الاعداد الفرديه عم بتنقفل في جهة واحدة والأعداد الزوجية عم بتكون إلى جهة واحدة للقفل لما تجوا تشتغلوا كتير كتير بساعدكم إنكم تنظموا عملكم رح نشوفها بس على الحقيقة والواقع هاي نحن عنا هون بس بتحطوا قدامكم المفرش على الوش الصبايا مش الخلف ده الخلف اللي ابتدينا فيه الدائرة اللي على الوش بتحطوه قدامكم هيك بتلاقوا انه عندكم الثلاث سطور دول اللي نحن قفلناهم هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وقفلنا فإجا العدد الفردي على الشمال الآن الأعداد الزوجية رح تكون على يمينكم عنا هلأ سطر بده ينقفل بعد ثمان سطور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عفوا نعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا الآن ما في عنا قفل الآن بدنا نروح ونرجع مرة ثانية نكمل شغلنا بكل مرة بتحطوا مخططكم قدامكم وبتنتبهوا بتشوفوا صار موعد انكم تقفلوا مقطع ولا لا اذا الان ما عندي تقفيل مقطع منكمل شغلنا منكرر سلسلة مسافة نتخطى العمود الاخير باول مقطع والعمود الاول بالمقطع المجاور ومننتقل للعمود اللي بعده هذا تكنيك شغل متكرر صبايا ما بدنا نروح فيه وقت برجع بقولكم انه الهدف نختصر الفيديو قدر الامكان ليتحمل كقطعة واحدة مشروع واحد بس بدون ما يكون كمان انه في شي غامض مش واضح ليكم خلصت لاحظوا نحن عم نشتغل دي بسموه طريقة الزكزاك ده اللي بيعطينا الزكزاك انه نعمل تزايد برأس غرزة أو برأس المقطع ومنعمل تناقص من الطرف الآخر هذا هو أصل أساسا شغل الزجزاج العمود ما قبل الأخير خلاص إذا بدنا نوقف وننتقل للي بعد شغل واضح سبايا كملوا السطر للاخير ونرجع مع بعض رجعت لكم سبايا بالمقطع الاخير لانه ده مقفول المقطع الاخير رح يكون عنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة والطرف الثاني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبينقصنا عمود ده العمود العاشر عشر أعمدة الآن مرتفع ثلاث سلاسل نقلب شغلنا نتخطى العمود الثاني ننتقل للثالث مباشرة ومؤكد عنا بهذا السطر 11 عمود في كل طرف عندي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره من داخل الصدفه طبعا حداشر اذا كل طرف الان رح يكون فيه حداشر عمود والفاصل بيناتهم ثلاث سلاسل في المنتصف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر نهمل العمود الأخير نعمل سلسلة نتجاوز العمود الأول بالقسم الثاني ومننتقل بنكمل بنفس الطريقة سبايا لحتى نكمل بقية السطر بس منتفقد منشوف انه نحن بدنا نختم بعد 11 سطر بالمقطع لنشوف هل صار عندنا 11 بنجيب الاول كتالوج بتاعنا اهو الان بنقفل بعد 11 انت ما صار عندنا 11 سطر بنقفل المقطع لنشوف الان المقطع الجديد دائما بنعد المقطع الجديد 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا لسه في عنا كمالة السطر ده والسطر التالي لحتى نقفل المقطع لذلك رح نكمل شغلنا عادي وكلاسيك لنكمل السطر أنهينا صبايا الآن السطر حبيت بس لكم شغلة تسهل عليكم العمل إنه لما نحن بنشتغل بآخر مقطع يعني هو من المقاطع اللي عادة نرتفع له بثلاث سلاسل بالبدايه اشتغلوا كل الاعمده ما عدا سلسله الارتفاع يعني بالعاده نحنا بالسطور العاديه لما بنكون عم نشتغل دائما بنقول لا تهملوا سلسله الارتفاع لانه ده عمود طيب بما انه نحنا عاده بهذا الشغل دائما عم نهمل اول عمود واخر عمود فانتو بتشتغلوا عمود على كل عمود من الاعمده الامامكن ما عدا سلسله الارتفاع هذا بسهل عليكم خلاص كمان نرتفع ثلاث سلاسل نقلب شغلنا نترك العمود الثاني لان احنا بمرحله تناقص وبنطلع على العمود رقم ثلاثه وبنشتغل عمود في كل عمود لنوصل للصدفه السطر السابق كان عندي 11 عمود في كل طرف من المقطع فإذا ده بده يكون في 12 عمود بالتالي بيكون مجموع المقطع كله يمين وشمال الصدفة معناها بده يكون عندنا 24 عمود انهينا الجزء الاول صبايا عملنا متكرر جدا وسهل ننتقل للطرف الاخر معلش عم اشتغل بسرعه لانه هون يعني ما في اي شيء جديد نوضحه مجرد انه بنشتغل صدفتنا وبنشتغل عمود في كل عمود نترك العمود الأخير سلسلة بس بدنا نقلب شغلنا سبايا كده بدنا على الوش مشان نشوف إذا كان في عنا قفل نحنا قلنا إنه نحنا لازم نقفل الآن بعد 11 سطر رح نشوف الحتة اللي بنشتغل فيها عنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر دائما بنعد مو من الدائرة الأساسية الصبايا ولا بنعد بداية من إذا الآن اللي اشتغلناها حنقفلها ونبقى بقى نرجع لها تاني بنمسك العلامة وبنعلم على المقطع ده لأن خلاص كده انتهينا منه، هيك بنكون قفلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبقي عنا أربع مقاطع نشتغل عليهم بعد ما بدنا نروح نشتغل الان المقطع القادم ان شاء الله رح نختمه بعد العدد 12 يعني السطر ده حنكمله ونرجع نقفل من الجهه اليمين اهي قفلنا نحن بنرد نرجع مر بكل مره لانه هو مفرشنا كتير سهل صبايا ما في غير انه نعرف امتى حنقفل ونروح للمقطع اللي بعده قفلنا لغايه دلوقتي الثلاثات والخمسه والثماني اللي على اليمين قفلنا دلوقتي الحداشر اللي هي على الشمال او على اليسار المرة القادمة رح نقفل على اليمين الحتة اللي رح تكمل معانا او رح تتم 12 سطر انا رح كمل وارجع لكم لان انا انهيت السطر سبايا وصلنا لعند المقطع اللي له علامي معناها بدي اقلب الشغل ارتفع ثلاث سلاسل اترك العمود الثاني انتقل للثالث اشتغل طبعا عمود بكل عمود نوصل للصدفه ثلاث سلاسل مسافه نكمل صدفتنا برضو عمود في كل عمود ما عدا العمود الاخير ليه عم بشتغل معكم المقطع كله لانه المقطع ده بدنا نقفله دلوقتي بقى عنا عمود فقط سلسلة بنتخطى العمود بالمقطع المجاور منتقل لتاني عمود ومنكمله بنحط قدامنا كده بنخلي الوش لفوق مثل كل مرة بنقول فيها هاي قدامنا المفرش نرجع الكتالوج بتاعنا منلاحظ انه جهه اليمين الان اللي بدها تتم فيها 12 سطر بده يتقفل من عند من عند الصدفات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، أحد عشر كده إذا ما عاد رح نرجع للمقطع ده ونحط له علامة حتى ما نغلط بطريق العودة ونشتغل فيه. بقي عنا الآن تلات مقاطع نشتغل عليهم راح نكمل السطر للآخر ونرتفع ونرجع ونعد، صرت لآخر السطر أنا سوا، أهو دي عليها علامة ودي عملنا السطر تركنا العمود الأخير نرتفع ثلاث سلاسل نقلب شغلنا. نترك اول عمود نتجه للثاني رح كملوا انا الصبايا وارجع نتفقد نشوف الكتالوج ونعد السطور مشان اذا بدنا نقفل الطرف ده اهو الصبايا انا اشتغلت وقلبته على وش مشان اعرف اذا كان في عندي الان قفل مقطع جهة الشمال اللي قلنا يسارنا بتكون جهة عدد فردي لغاية دلوقتي نحنا قافلين ثلاثة خمسة احداشر وبدنا نقفل عشر رح نعد ونشوف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر عشر سطر اذا الحتة دي خلاص المقطع ده حنقفل حط له علامة لحتى ما نرجع نشتغل فيه في رحلة العودة منكمل الآن السطر باقي عنا مقطعين نشتغل عليهم رح نشتغل ونرجع اكيد رح نقفل لانه ده هيتقفل بالسطر 14 فلما رح نرجع نكمل 13 ونرجع الاربعة 14 ده هيتقفل معانا صبايا وبيفضل معانا فقط الجزء اللي في الوسط ده هيكمل لغاية ما يبقى 17 سطر انا رح كمل وارجع لكم انا انهيت السطر طبعا اهملت العمود الاخير المقطع ده مقفول العمل المكرر ثلاث سلاسل نقلب نترك تاني عمود ونكمل الآن نحن في السطر الأربعة عشر اللي يعني رح نقفل فيه المقطع ده رح يكون في عدد الأعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داشر اتناشر ، تلتاشر، عشر خمستاشر عمود بكل طرف فإذا مجموع المقطع رح يكون 30 عمود عشر قبل الصدفة وخمسطعش بعدها فإذا مجموعهم ثلاثين عمود وفي عنا ثلاث سلاسل مسافة وبنرجع مرة تانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستخدم للتسبيح الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا بلاقيها فرصة دائما العمل المتكرر للتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعد صبايا نحط قدامنا نجيب الكتالوج هاتوا عب مجيد الصحاح جهة اليمين عنا لازم تتقفل المقطع ده لو بلغ أربعة عشر سطر رح نعد ونشوف يلا عدوا معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر 14 سطر اذا حان وقت وداع هذا المقطع اهو ما ضل عنا بقى غير المقطع الرئيسي البيك بوست ده تمام هلا اذا صبايا رح انتقل من هنا تخطى العمود الاخير والعمود الاول وكمل شغل وانتقل طبعا ارتفع كمان بترك العمود الاخير وبطلع ثلاث سلاسل عفوا ورح نكمل الان رايح جاي كمان لما بنوصل لهون بنشتغل بنفس الطريقه ده بدي كمله لغايه ما يبقى عندي 17 سطر اذا هنا لازمني الان بعد 14 لازمني ثلاث سطور وبعدها بنقفل انا رح كمل الثلاث سطور وارجع لكم ان شاء الله سباي انا انهيت الان 16 سطر بدي ارجع اكمل معكم بس سطر 17 مشان اذكركم لما عم تنتقلوا من سطر لسطر انا اشتغلت لاحظوا مثل ما قلت لكم كل الاعمده ما عدا سلسله الارتفاع كمان واحد اثنين ثلاثة نقلب الشغل دائما نترك العمود الثاني ونبتدي بالتالي ورح نعد شو هو آخر عدد أعمدة وصلنا له واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشره احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر واتنين من الصدفه سبعتاشر ثمنتاشر، اذن كمان من هنا ثمنتاشر من هنا ثمنتاشر هيبقى عنا سته وتلاتين عم. نمسك استغفار او تسبيل لان ما محتاجين نعد الان استغفر الله العظيم و استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. استغفر. 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 استغفر الله. اخر عمود اننا بنشتغله ما عدا سلسلة الارتفاع ونعد عدد السطور الصبايا لنتأكد بس الكاميرا ما عادت جايبة لحظة نجيبه كده واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر اربعة عشر الآن أنهينا ونحن الآن لاحظوا في السطر أو اللي مخلينا نشتغل خلف الشغل شو رح نعمل خلصنا شغل كده آه خلصنا بس عنا الآن سطر الحشو اللي رح يزبط لي الداير تبع المفرش طبعا أنا رح أبتدي معاكم بداية وبس وبعدين بتكملوا سلسلة ارتفاع نقلب شغلنا ونشتغل حشو بكل عمود سهل كتير واحد اثنين وهكذا لحتى اوصل لداخل الصدفة هنا انا رح اشتغل حشو بكل عمود سبايا بس اوصل لداخل الصدفة برجع لكم. انهيت الطرف ده صبايا بالحشو وصلنا لداخل الصدفة بشتغل فيها ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة لان احنا عنا اساسا ثلاث سلاسل ومنكمل الطرف الثاني كمان حشو في كل عمود لغاية ما نكمل المجموعة كلها رح ارجع لكم بس لحتى يعني نعمل مع بعض ازاي تعملوا الحشو على الطرف اللي طالع ده وصلت عند اخر عمود صبايا رح ندخل الان للفراغ ده الفراغ كمان اشتغلوا فيه حشو بعد اعملوا سلسلة شوفة قد السلسلة انه بتخلينا نلف للطرف الثاني وتحافظلنا لنا على الزاوية اذا سلسلة وبعدها حشو كمان وحشو برضو على جسم السلسلة هيك كأنه صار عنا ثلاثة حشو بس نحن حشو الاول بعد سلسلة بعدها اثنين حشو تخلوا الان على كل عمود هنا واعملوا عليه اثنين حشو كمان على الفراغ اللي بعده على العمود اللي بعد كمان رح نوصل هون قربنا للزاوية اذا بناخد بهذا المكان كمان حشو هيك بيكون معنا شكل الحرف كمان اتركوا الفراغ هون لا تحطوا فيه وروحوا على اول عمود واشتغلوا حشو وكملوا خلاص انا كده عديت بيكم للمقطع الثاني تمام كده اهو بصوا الصبايا مشان هنا حافظنا على شكل الزاوية وصلنا للمقطع الثاني اشتغلوا بنفس الطريقة حشو بكل عمود بالفراغ ده كمان اعملوا حشو بعد السلسلة ونداروا على نفس السلسلة حطوا اثنين حشو اثنين هنا كمان اعملي هنا حشو ورأسا نروحوا على العمود الثاني مثل ما اشتغلت اعملوا داير المفرش هيك بيتم معاكم الداير نحن هلأ هيك ان شاء الله بنكون انهينا كل ما يتعلق بتفاصيل مفرش ورق العنب بيبقى علينا انه اللي بيحب بس البعض انه بيعمل عود هنا لورقة العنب راح اعملها معاكم بس بسرعة السبايا مشان عنقود ورقه العنب اذا بتحبوا تعملوه طبعا بس انا رح دلكم على طريقته انه هنا باي فراغ بين الاعمده في المنطقه دي اسحبوا خيطكم اهو نعقد الخيط طبعا الطرف الثاني رح نخفيه بالخلف بعمليات التنظيف ونرجع نعمل غرزه بنشتغل عدد من السلاسل نشوف نحن عايزين عنقود العنب طول العنق تبعه كام رح نشوف شو بيلزمنا نعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر انا بتخيل انه خمسة عشر كفاية عليه كده بس كده ونرجع على ال... نعمل اخر سلسله والسلسله الثانيه نعمل منزلقه بنطلع كده وبننزلق كمان على السلسله اللي بعدها نسحب ونسحب من الحلقه اللي على الابره يعني رح نعمل منزلقات على الكل لحتى نعطي كثافه لعنق الورقه واضح. هاي. ندخل سلسلة ونطلع من الحلقة اللي على الإبرة كمان اهو هيك مشان يكون ورقة العنب هي والعنق تبعها هي قبل ما يتقص ويتعمل مع شيء. اهو كده اهو شوفوا عن كتير حلو مرتب خلاص حنثبت بعدها بغرزة كده بس الخيط ومؤكد لازم بقى ناخد للخلف وننظف خيطنا اللي طلع معنا ننظفه بعدين بس شوفوا اهو يلي عايز بده يعمل كمان تمام مفرش بالعنق بتاعه اهو حلو والله طلع الخيطين <applause> مع بعضهم نقفلهم مع بعض اهي ومنخفي الخيوط حلو عجبني والله <applause> طيب هيك بيكون مفرش ورقة العنب انتهى معانا وهي انا عملت لكم مفرشين يعني واحد ورقة العنب بأوله وهي على أم على الشجرة وهي مفرش ورقة العنب بنهاية الموس اللي ما بيصفر طبعا الكاميرا مش جايبة اللونين ده لون عبارة يعني عن لون أخضر فوسفوري حلو كتير واللي تحت لون أورانج بس الكاميرا مش جايبته هاي ورقتين مفرش ورقه العنب مثل ما قلت لكم انه هو مفرش مش قصير طوله حوالي 34 سم الصبايا ان شاء الله يكون هيك وفيت بوعدي اليك دودي سعيدي بمفرش ورقه العنب ان شاء الله اذا قلنا عمر وفينا صحة منلتقي في فيديوهات قادمة بس رجاء لا تنسوا الفيديو من اللايك لانه اللايك بيرفع فيديو بمحركات البحث ب 12 ساعة الأولى من عملية النشر يعني نحن عم نعطيكم وقتنا وعم نتعلم لأجلكم وهذا حقكم علينا طالما فتحنا قنوات فمعناها مؤكد انه صار لكم حق عنا بس كمان نحن حقنا عندكم انه اللي بيشوف شيء لو لم يشكر الله ما لم يشكر الناس لما بنشوف شيء ومنتعلم نقول شكرا للانسان اللي علمنا الشكر بتاعكم هو كلمة كتير بتفرح قلبي وبرضه لايك بتضيفوا للفيديو اعملوا معروف حتى نلتقي ان شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته